So, في الفيديو اليوم غادي نتعرفوا على how to improve our vocabulary English. فكيف ما قلت هو لو باجاج ديال الكلمات اللي كنعرفوهم كنستعملوهم اولا لي زيكسبرسيون اللي كيعجبونا او كنستعملوهم يا اما اورالمون اولا في ليكري. فإلا كنتي لينغويج ستودنت يعني اختارتي اللغه الانجليزيه كمسار دراسي ديالك اولا غير انسان يعني عادي واللي كيعرف الاهميه ديال اللغه الانجليزيه في العالم كامل وباغي يزيد من باغي يزيد يتعلمها بشكل جيد اولا يستعملها اولا غير يبقى يفهم الانجليزيه. كنعرفوا بان اول حاجه هي لو فوكابولير ديالنا خصو يكون مزيان سواء اورالمون او لا كيف ما قلت في ليكري. هاد لا فيديو غادي نتعرفوا على خمسه ولا سته ديال الحوايج اللي لقينا كنديروهم يعني ريغولييرمون بواحد الطريقه مستمره لو ريزولتا ان شاء الله غادي يكون جيد وجيد جيد جيد. اول حاجه هي فاش كنبغيو نتعلم واحد اللغه جديده كنخليو راسنا دايرين بالناس اللي كيتقنوا هاد اللغه هاد. لكن في بعض الاحيان ما يمكنناش نتواجدوا في واحد لونفيرونمون اللي كلشي كيهضر بالانجليزي وكلشي كيستعمل اللغه الانجليزيه. فيمكن نقلبوا على دي فيديو سور انترنيت اللي يمكنهم انهم يفيدونا. لي فيديو اللي كننصحكم انكم تفرجوا ليهم هما ديال واحد المنظمه سميتها تيدكس اورغانيزيشن. تيدكس اورغانيزيشن هي واحد الاورغانيزاسيون اللي لانفيت واحد اللي كتعيط للناس المعروفين في العالم كامل واللي يعني دايره شي حاجه واعره ولا عاشوا واحد الاكسبيريونس زوينه واللي تستاهل انها تبارطاجا مع الناس. تلقاو دي فيديو بحال why you should read one book a day, دي فيديو على الفيمينيزم, دي فيديو على لا ليتيراتور, اي موضوع طاح لك في راسك تقريبا غادي تقدر تلقى فيديو عليه. والاهم حاجه هي ان هاد الناس دوغون هاد الفيديو اللي غادي تفرج ليها ضروري غادي يستعملوا واحد الفوكابولير اللي هو زوين يعني فوكابولير لي دونك باش انك تفرج لهاد الفيديو بيان سور غادي دير لي سوتيتر باللغه اللي كتقنها سواء الفرنسي او العربيه او اي لغه اخرى و اشاك فوا غادي تعجبك شي كلمه او تلاحظ شي كلمه مهمه غادي تقيدها و تقيد الشرح ديالها لكي يبان في السوتيتر. هذه اول طريقه. ثاني طريقه هما الافلام والاغاني اللي غادي يكونوا باللغه الانجليزيه لكن حنا غادي نلقاو واحد السيت اللي غادي يترجم لنا لتحت بالعربيه وبالفرنسيه ودائما اشاك فوا كتبان لي شي كلمه زوينه او لا شي عبارات استعملات كنحاول نقيدها باش في الاخر ديال الفيلم على الاقل كنكون قيت 21 او لا 15 كلمه هكا ممكن تقيد حتى الاكثر. هادو بالنسبه للافلام. بالنسبه للاغاني ماشي اي اغنيه يمكن لك استعملها يمكن لك تستافد منها فحاول انك تسمع الاولد سكول ميوزيك اللي يعني الميوزيك ما بين الفتره ديال 1700 حتى 1800 حتى البدايات ديال 1900. علاش؟ لان هاد الفتره هي اللي كانوا فيها يعني سونغ رايترز والميوزيشنز كانوا كانوا كيعطيو اهميه للبارول ديال الاغاني ديالهم وبعض المغنيين كانوا كيختاروا يعني تابيكس يعني من غير تابيكس اللي كنلقاهم اليوم في النيو سكول ميوزيك واللي هما بيسكلي على دراغز على ويمين على فيم ماني وبزاف ديال المواضيع بحال هادو. فهذه هي الطريقة الأولى to watch useful videos. ثاني حاجة هما بوكس. فاحنا كنعرفو بأن الكتوبة هي هما واحد الطريقة زوينة باش أننا نزيدو من الفوكابيلير ديالنا نوسعو الأفكار ديالنا و تكون عندنا واحد الكولتور جينيرال اللي هي زوينه. لكن فاش كنبغيو نتعلم واحد اللغه جديده ما كنختاروش كتبه اللي هما ديال نون فيكسيون يعني كتب يعني كتاب ماشي روايه كتاب كيهضر على اي موضوع جا في بالك. فنصيحه انك تبدا بالكتبه اللي هما ساهلين. فكاين واحد لا سيري ديال بينغوين بوكس واللي كتدير كتبه اللي ممكن انهم يكون يعني رومون كبير كيديروا لك غير
قصه ديالو الصغيره بحال ميموارز اوف الجيشا بحال شيكسبير بحال جومانجي. المهم بزاف ديال القصص اللي انت على حسب الدوخ ديالك كتختار القصه حتى كتلقى يا اما ادفانسد يا اما upper intermediate يا اما intermediate يا اما elementary يا اما beginner وكتلقى النوع ديال الكتاب يعني يا اما classes او لا واش American English ولا British English. فوالا من غير Penguin Books من غير هاد classes من غير Penguin Read كتوبة ديال باولو كويلو. علاش كتوبة ديال باولو كويلو؟ لان هاد الكاتب كيستعمل كلمات جد جد سهلة و كيهضر ضروري في الاخر ديال الكتاب كتستافد من شي حاجه. فعندكم كتاب ديال The Alchemist, عندكم Veronica Decides to Die, The Zahir, I Sat by the Way the River Pedro and Wet, المهم اكسترا اكسترا. هاد الكتب كتلقاهم في نفس السيتي باسهل يعني بابسط ابسط ثمن. كيفاش غادي نستعملو كيفاش غنستافدو من الفوكابولاري في الفيديو وفي الكتوبه؟ اول حاجه هذوك الكلمات كامل اللي قيدناهم ولا زيكسبرسيون اللي عجبونا. هذه النصيحه اللي كنعطيها لي واحد الاستاذ ديال اللغه الانجليزيه انجليزيه. فاي كلمه كتبغي تقلب عليها كتقلب عليها في واحد ديكسيونير اللي هو يعني معتمد, واحد ديكسيونير اللي تيقن بان الكلمات بان الديفينيشنز راهما اللي هما هادو. وديكسيونير اللي كنصحكم انكم تستعملوه هو ميريام ويبستيلر او لا ويبستيلر. المهم راه غنكتبو لكم هنايا فهاد الجهه باش هذاك هو اللي غادي تقلبوا فيه على كاع الكلمات اللي جاوكم صعاب. من بعد غادي تقراو الاكزامبل ديال ديك الكلمه في الجمله اللي غادي يعطيكم. من بعد فاش غتفهموا الكلمه الشرح ديالها غتلقاو الاكزامبل فاش تستخدمات هاد الكلمه. غتقرا داك ليكزامبل غادي تقيدو عندك. من بعد غادي دير شنو فهمتي نتايا من الديفينيشن وغادي تعطي اكزامبل ديالك اللي غادي تخدمي عندك. فهذه هي الطريقه باش انك ما عمرك كتنسى الكلمه وباش انك كتكون فهمتيها 100%. ما كتحفظش غير الديفينيسيون غير هكا لان ما يمكنش تبقى تقلب على الكلمه الاولى والثانيه وتبقى تحفظ من هنا ومن هنا. غتاخذ بزاف ديال الوقت وممكن اي لحظه تنسى الكلمه. فدائما فاش كنبغى نقرا شي كتاب كنستعمل يا اما كارني عاديه يا اما كارني اللي كتكون فيه يعني الالفابي كامله. كما كنقيد الكلمات اللي تعلمت كلها في بلاصه. ومن بعد الى ما كان عندي ما يدير كنمسك الكارنيه كنبدا نقرا فيه كاع الكلمات اللي قيت. ندوزو لثالث حاجه. ثالث حاجه اللي هي رايتين. من بعد ما كنكونو تفرجنا قرينا هذاك الشيء اللي استفدنا منه خصنا نطبقوه. كيفاش غادي نطبقو؟ اولا باراجراف رايتين او لا كومبوزيشن. من بعد يمكن لك تكتب ارتيكلز ولا اسيز على حسب انت الليفل ديالك فين باغي توصلو. فباراغراف رايتين هي كتختار واحد الموضوع معين. اي موضوع جاك في راسك كتكتبو جوجل اول جمله تعطات لك كتاخدها وهي اللي كتكمل بها الموضوع ديالك. فكيف ما كتشوفوا هنايا راه درت لكم مثال ديال مثلا مهم. فهنا درت لكم مثال ديال واحد الموضوع اول جمله كتعطى لك هي اللي كتبدا بها الموضوع ديالك. وهكا كتعرف النيفو ديالك فين وصل. كتعرف واش مازال كدير الاخطاء بزاف. كتعرف واش عندك يعني الوردز والاكسبريشنز اللي غادي تستعمل اولا مازال يعني ما يلاه في يلاه انت في الاوليات مازال ما عندك القدره باش تكتب. فممكن تختار. رابع حاجه هما الابس. كلنا عندنا تليفون. الاغلبيه ديالنا ديال الناس nowadays our generation عندهم سمارت فون. ف اسهل طريقه باش اننا نتعلموا لونغلي هما لي زابليكاسيون. زابليكاسيون كاينين بزاف لي زابليكاسيون مجانيين ما كتخلص فيهم والو واللي كتستافد منهم اي لغه بغيتي. فمثلا هاد لابليكاسيون اللي سميتها كويز اب. كويز اب هي ابليكاسيون ماشي غير ديال لونغلي ديال اي مجال طرح لك في راسك وي تقريبا تقريبا. وهاد هاد لابليكاسيون باش زوينه هي كاين يمكن لك تهضر مع ناس ويمكن لك تلعب مع ناس في واحد اخر حاجه وهي البراكتيس. اي حاجه تعلمناها كنحاولوا يا اما نسحلوها اورالمون
تحاول تهضر اكثريه من الوقت، ولا كيف ما قلت لكم باراغراف رايتين، تختار واحد الموضوع وتكتب عليه.